منطقة المكزون المنطقة المفتوحة. محمد الفايز رئيس نادي الاتحاد، أقول لك مبروك الفوز اليوم. خلنا نتحدث بشكل مباشر، قرارات اتخذتها إدارة النادي كانت قرارات ثقيلة، قرارات قوية، يكفي أننا نقول أنكم قلتوا مع السلامة محمد نوح. اليوم تشعر بأنه السياسة، خليني بس أكمل سؤالي إذا سمحت، اليوم تشعر بأنه السياسة، أنت تبغى تبدل الألفاظ لكن معلش، اليوم تشعر بأنه السياسة اللي اتخذتها جابت نتيجة؟ سؤالك ما هو في محله، خلينا أنا أسألك السؤال اللي بتقوله. إحنا جينا أول الموسم قلنا هذه إدارة إحلال وإدارة، لأنه الاتحاد ما هو اليوم اللي كان ضعيف، الاتحاد أربع مواسم ضعيف، ومو معنا لما يجي أربع مواسم ضعيف ونجي إدارة جديدة تقول لنا والله إيش راح تسوه. إحنا جينا كيف أربع مواسم ضعيف وهو يحقق الألقاب؟ أي لقب؟ قل لي واحد لقب، لقب كأس الملك فقط أيام خالد مرزوقي، ليش إلا ما حقق شيء. فبالتالي وجدنا إحنا لما جينا لقينا إنه ضروري الكل، يعني أنا قلتها مرة، كل أجل كتاب، يعني ما في أحد مخلد في العالم. فبالتالي اللي أدوا على عيني وراسي ويعني وأكرمهم وأشلهم، إن شاء الله 21 كاس يا جماعة الخير ما هو قليل. فماني ضد اللعيبة أنا ولا ضد الناس اللي راحوا، أنا مع قرار تجديد دماء النادي. اليوم شفته كان أول شوط شوية تقيل لأنه اللعيبة لساحهم ما عندهم الخبرة الكافية. تاني شوط صغروا الكبار، الصغار صغروا الكبار، الكبار هذولا بيلعبوا جميع الموسم مع بعض ويطلعوا الثاني في الدوري بينما احنا السابع. فبالتالي انت رأيت اليوم روح اتحادية ما كانت موجودة قبل كده. طيب أسألك، بالنتيجة هذه في مرمى الهلال في مباراة ذهاب الفارق هدف واحد، تقول اليوم سياستنا اللي سويناها القرارات اللي اتخذناها صح؟ والله شوف إلى الآن قراراتنا صح، لكن هل تأتي أكلها في أول مباراة ولا ثاني مباراة؟ لا ما أظن. يعني أنت خايف من اللي جاي؟ ماني خايف، لا ماني خايف، أنا وراجل واقعي. اللي جاي هذا فريق كبير الهلال، ما تقدر تصغره، وبغاله 1-0 في الرياض عشان ياخذ يطلعه من الكاس. فبالتالي إحنا بقول لك الآن اللي أنا بقول لك، فرحتي بالفوز صحيح لكن فرحتي بالفريق أكتر، فرحتي إن روح الفريق اللي طلعت أكتر من الفوز. طيب بسألك بصراحة، من هو صاحب الصوت الأقوى إداريا، رئيس النادي محمد الفائز ولا نائب الرئيس عادل جمجوم؟ أنا صاحب القرار النهائي في النادي. عادل جمجوم كونه رئيس لجنة كرة القدم، صارت كرة القدم ملفها ساخن. طب تعال أسألني على الملفات الثانية، ملف الاستثمار، ملف الرعاية، ملف الشباب، ملف الشائنين. من اللي ودع نور، أنت ولا هو؟ كيف؟ اللي ودع نور. أنا رحت خليت نور يوقع وناد ولقت المخالصة بنفسي بنفسي. يعني جماعة شوف، الناس بتقول إنه محمد فايز مهمش، سمعت الكلام ده أنا، شايف يقولوا اللي يقولوه أنا ما تهمني، ولكن ثق إني أنا رئيس النادي وما في أحد غيري رئيس النادي. ولكن كون إنه ملف كرة القدم هو أسخن ملف، تلاقيهم في الواجهة. أسألني أخي الشباب عن الناشئين، عن البراعم، عن تنس الطاولة، عن السلة، كل أخذنا فيه بطولات، فينهم؟ فين الناس ما بتسأل؟ تسأل بس عن كرة القدم الفريق الأول. حتستمر في مواجهة التيار؟ حتقدر تواجه العاصفة الاتحادية؟ نعم، أنا ما جيت عشان أجبن واستخبى وراء أي شيء، أنا جيت عشان أبقى الأربع مواسم في حالة فوز أو خسارة أو أي شيء، أنا باقي الأربع مواسم، وإن شاء الله بعد أربع مواسم تعالوا حاسبوني، حتلاقي فريق كرة قدم جيد وجميع الألعاب الأخرى. إلى حد الشؤون الاجتماعية إحنا فيها جيدين، وقعنا عقد مع إنجاز، فتحنا بس رح نوسع المسجد، عملنا مع تحفيظ القرآن. يا أخي إحنا الاتحاد ما هو كرة قدم فقط، ليش الناس تفهم كرة قدم فقط؟ بالقرارات الأخيرة تشعر بأنك أقوى رئيس مر على كرسي إدارة نادي الاتحاد؟ أنا ما عملت القرارات مو عشان أشعر بقوة ولا بضعف، أنا عملت القرارات لصالح نادي الاتحاد، سواء الناس تحكم علي أنا قوي ولا ضعيف، هذا حكم الناس، ومهما حكم وما يهمني الحكم. شكرا لك. العفو. عندي له أسئلة كثيرة لكن